النقطة الأولى، إحنا كإسلاميين اتربينا وثقافتنا مبنية على أن لا نولي هذا الأمر أحد طلبه. فمحدش فينا بيقدم نفسه، ما تعودناش على كده إن أنا أو غيري برشح نفسي. طبعًا البعض بيتأولها بشكل تاني ويقول إن سيدنا يوسف طلبها، إنما إحنا بالنسبة لنا تربيتنا كإخوان وتربيتنا كإسلاميين وعشنا على كده فترات طويلة، إن القضية إنا لنولي هذا الأمر أحد طلبه، فأنا لا أملك إن أنا أرشح نفسي من حيث المبدأ. ولكن النقطة الثانية المهمة جدا جدا إن إحنا لازم نفهمها ويفهمها الناس. في فرق كبير جدا إنك أنت تكون مرشح فردي بنفسك وتتقدم بمشروع، وإنك أنت تتقدم بمشروع تعبر عنه جماعة أو حزب أو تيار قوي. طيب الجماعة أو الحزب أو التيار القوي بيختار المرشح بتاعه إزاي؟ بيختار المرشح بتاعه إزاي؟ واللي مطمئن لشعبيته يسير الامر للناس، فقرر الله عز وجل اولا واخيرا
كلها معرضة للغرق، ولازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، ولازم يبقى عندنا الشجاعة والجرأة والصراحة والقدرة والرجولة والمروءة ان ندي للشعب حقه في اختيار من يريد، ونضرب للشعب تعظيم سلام. لازم نضرب اختيار الشعب تعظيم سلام. انما اللي متصور انه هيضرب على الناس حد بالفوضى او التزوير او الغوغائية او محاولة الهمة او الدعاء الرخيصة، فهو لا يعرف حقيقة هذا الشعب المصري العظيم الواحد. فكلنا نقول الاسبوع بتاعنا ونترك المجال للشعب المصري الحر السائر الواعي، وهو الاختيار. فدي نقطة مهمة جدا جدا. انا لا اتحدث عن نفسي ولا اتعرض باساءة اي مرشح اخر، لان ده لا من اخلاقنا ولا من تربيتنا، واحنا حملتنا ومشروعنا مشروع اخلاقي للدرجة الاولى. ما تمش الاتفاق على مرشح اسلامي واحد، بدليل ان في كذا مرشح اسلامي، حزب البناء والتنميه نزل واحد، حزب النهضه نزل واحد، حزب النور، الشيخ حازم ابو اسماعيل، الدكتور عبد المنعم ابو الدكتور، الشيخ سليم العروه. ليه حضرتك طبعا مع كامل احترامي ليه ما تمش الاتفاق على مرشح اسلامي واحد يحكم بالشريعه وفي نفس الوقت يطبق برنامج الاخوان او اي برنامج في مساله البلد؟ دي نقطه. النقطة الثانية في سؤالي، تمام، حضرتك كنت واحد من ضمن الذين تعرضوا لظلم كبير في قضايا الرأي وتعرضت للانتقام والظلم. في ناس من أحداث 25 يناير، من قبل 25 يناير لحد الفترة اللي احنا فيها، اتحكم عليهم بأحكام عسكرية ومجرد إنهم كانوا بيعبروا رأيهم ضد المجلس العسكري، وبكرر ضد المجلس العسكري. أنت موقفك مع الناس اللي اتحكمت محاكمات عسكرية والناس اللي اتبهدلت والناس اللي اتسجنت من أول الثورة هيبقى معاهم إيه في حالة وصورة للحكم. وشكرا، وبكرر اعتذاري على الموقف اللي حصل تاني. شكرا. اولا بالنسبه لموضوع المحاكمات العسكريه مش مرتبطه باصول او اصول غير الرئاسه، لاننا تبنينا بالفعل مشروعين قرار موجودين في البرلمان دلوقتي وفي مرحلتهم الاخيره. مشروع بيمنع احاله المدنيين للمحاكم العسكريه عشان يبقى الموضوع اتحل تماما، ومشروع تاني خاص بالعفو عن كل الاحكام التي صدرت قبل ذلك. وبالتالي المساله دي رؤية الإخوان ورؤية الحزب ورؤية كل القوى الوطنية الشريفة في مصر، وعملت بالفعل كده. أما مسألة لماذا لم يتفق المسلمون على مرشح واحد، فأنا أعتقد أن هذا أمر طبيعي، والمطالبة بغيره لا تعترف بالواقع ولا تدركه، ولا تقرأ الواقع الإسلامي والسياسي في مصر قراءة دقيقة. أيها الإخوة الأحباب، لابد أن نفرق بين العواطف وبين الواقع اللي بنعيشه. ورحم الله امرئ عرف زمانه فاستقام طريقته.